انت كنت في وقت من 2013 لازم تضخ ولازم حد يشتغل ولازم تشغل زي ما بقول عشان البطالة، تعالى قطاع خاص مش هتلاقي، طب اعمل لي مصانع ما فيش كهرباء، يعني قصص كبيرة قوي. فان الدولة ضخت ودخلت بهذا في هذا التوقيت انا موافق عليه، ما كانش فيه قطاع خاص. الدولة تبتدي تنسحب وتدخل قطاع الخاص اكتر، انا اؤيد هذه الفكرة ولازم، بس عشان تعملها وده مفروض يبتدي يتعمل، بتكلم على العموم، خلاص بقى انا وفرت لك الكهرباء، وفرت لك الطريق، وفرت لك الارض، وفرت لك مجال استثمار، وفرت لك يلا ضخ ضخ اموال.